السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك عندنا، لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس يصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب معانا موقع جديد لربح عملة الروبل. الموقع يا شباب الحد الأدنى لسحب 2 روبل، الموقع بالربح منه عن طريق الضغط على الإعلانات، ربح مجاني والمهام. تسجيل في الشباب في الموقع من هنا، بنملى البيانات اللي قدامنا ديت الاسم والايميل والباسورد ودعاية الباسورد، ونحل الكباتشة ونعمل تسجيل كده بقى لنا حساب في الموقع. هنجري الدخول يا شباب من هنا، بنملى البيانات اللي قدامنا ديت هنا الاسم والباسورد، وبننقل الـ4 أرقام دول هنا. ونعمل تسجيل دخول. أول ما بنخش على الموقع يا شباب عندنا الإعلانات أهي، الخانة ديت الإعلانات بنشوفها من هنا، بندوس على الإعلان بالشكل ده بيفتح معانا حسب ما يكون بقى 5 دقايق 10 دقايق. لو ملقناش الإعلان في الصفحة دي هنلاقيه في الصفحة الأساسية الرئيسية هنا زي ما انتوا شايفين كده. الإعلان خلص بسرعة جدا أهو، 1 9 1 8 9 بندوس عليه كده بنحصل على القيمة بتاعة الإعلان. تمام يا شباب، بيجيبنا للي بعده. طبعا بنقفل الصفحة دي بقى وتشوف اللي بعديها بالشكل ده برضو. الإعلان أهو بيظهر كده في الصفحة دي، يا إما في الصفحة الرئيسية يا شباب عشان بس أوريكوا الشغل إزاي. لو فتحت الصفحة وملقتش الموقع ما تقولش ان ايه مفهوش اعلان. اهو 2 7 2 8 7 اهو كده حصلنا على قيمة الاعلان، هنقفله ونرجع بقى للموقع. طبعا يا شباب الموقع فيه مكافأة يومية من هنا بنحصل عليها، كل ساعة بنحصل عليها يا شباب من هنا، بيضاف لك رصيد السحب على طول، زائد مهام. المهام دي يا شباب بتبقى سهلة جدا، تسجيل في موقع، بتبعت لهم الاسم والباسورد، بتاعت لهم الاسم اللي انت استرجلت بيه والكلام ده. هنا بيديك 1 روبل و5 سنت، تشوف المهام من هنا وتعملها. هنا بيديك 2 روبل و50 سنت، وهنا بيديك 5 روبل، وهنا 5 روبل، وهنا 15 روبل و50 سنت و50 سنت و3 روبل. يعني لو انت قدرت تعمل من المهام ديت يعني على قد ما تقدر تربح منها ارباح كويسة جدا من الموقع يا شباب. اه المهمة دي لسه جديدة محدش لسه عملها، هنا برضو لسه محدش عملها، هنا 2 عملوها لسه ما دفعش حاجة لسه. يعني المهام كلها يا شباب لسه الموضوع ده بتاع المهام ده لسه نازل جديد. هنا ده دفع 2 بتاع الـ50 سنت، دفع 2 الـ2. على فكرة اللي بيعلن ما يقدرش ما يدفعش. لو عملت المهمة صح ما يقدرش ما يدفعش، لكن انت لو بلغت فيها يوقفوه من الموقع. وهنا ده دفع 9 مرات اهو. ده دفع 7 مرات يا شباب. تمام، هنعمل بقى اثبات سحب الموقع. بس قبل اي شيء خش على الاعدادات، ملف الشخصي من هنا، وبتيجي هنا تعين بياناتك يا شباب، بيانات الدفع بتاعتك. يعني هنا عندك هنا الـ3 بنوك اهم، بتحط البنك، عنوان البنك والكود السري اللي انت كنت داخل بيه، الباسورد اللي انت داخل بيه في الموقع بتحطه وبتعمل حفظ، وبعد كده تبدأ بقى السحب. هنخش بقى على السحب يا شباب، هنحط 2 روبل و30 سنت كده، هناخدهم ونحطهم هنا. بيقول لك السحب ممكن يوصل خلال 24 ساعة، هنشوف دلوقتي وايه اللي هيتم ونعمل طلب سحب. اهو كده السحب تم يا شباب وفي المعالجة. فحص لسه في الفحص، فانا برضو مش هنزل الفيديو يا شباب الا لما الموقع يدفع لي عشان اكد لكم ان الموقع صادق برضو ودفع. لو ما دفعش مش هنزل الفيديو. تمام يا شباب، هننتظر ونشوف ايه اللي هيتم معانا. نشرح بقية الموقع يا شباب. هنا بيقول لك المكافأة، طبعا احنا قلنا بناخد مكافأة كل ساعة، وهنا اضافة موقع لو انت عندك موقع عايز تضيفه في الناس يزوروه برضو زي زيارة موقع او مهمة. وهنا موقعك لو انت عندك موقع في ال، وهنا المهام الخاصة بيه لو انت حاطط مهمة. يعني انت ممكن عايز ناس تشترك عندك موقع وعايز تعمل الناس يعملوا لك رابط احالة، ممكن تحط رابط الاحالة بتاعك هنا، تطلب الناس اللي هم يشتركوا فيه وتديهم مقابل روبل 2 روبل حسب ما انت ايه عايز. وهنا اضافة مهمة، وهنا الاحالات رابط الاحالة بتاعك، وهنا البيانات الشخصية، وهنا الخروج. كده نكون شرحنا كل حاجة يا شباب، ننتظر بس السحب وبعد كده نرجع لكم.
السحب واصل يا شباب زي ما انتم شايفين اهو، هتقابلنا مدفوع ونخش على المحفظة يا شباب اهو. وبكده يا شباب الموقع صادق نقدر نشتغل عليه واحنا مطمنين. وبكده اكون انتهيت من الشرح. لو عجبكم الفيديو ريت دعمونا بلايك، وجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله. سلام يا شباب.